ابتداء برضو انا طبعا مصدوم وحزين، انا ما زال في التلفزيون المصري منع وتصريح ورفض وقبول لاشخاص. وانا حقيقة انا لا ادخل التلفزيون المصري الا من اجل برنامج حضرتك، أشكرك. ولا اظهر على شاشة التلفزيون المصري بعد موقف اتخذوه بعد الثورة إلا في شاشة حضرتك. وعرض علي عمل برنامج في التلفزيون المصري ورفضت، لأنه سيتم معي ما حدث معك. وأنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على الكلام الذي تكلمت به، وأنا أعلم أنك لا تعمل موظفا في هذا المبنى، ولذلك قلت هذا الكلام. وأنا حقيقة لا يشرفني إطلاقا أن أدخل مبنى منع منه الشيخ حازم أبو إسماعيل، لا يشرفني إطلاقا أن أكون في التلفزيون المصري بعد أن منع بقرار من الوزير أو غير الوزير من دخول هذا المبنى. هذا المبنى لا أظن أنه مفتوح للشرفاء من المواطنين أبرياء أو مظلومين أو ظالمين. نرجو لابد أن تقال دكتور صفر الكلمة. ان رسالة حضرتك ورسالة أنا دكتور رسالة، محمود. اسمح لي أكمل كلامي يا اتفضل أستاذ أسامة. اتفضل يا فندم. شيخ حازم أبو إسماعيل بغض النظر عن موقفه، هو مواطن مصري وهو صديق عزيز ومواطن شريف مصري، وأنا إطلاقا لا يشرفني مرة أخرى أن أدخل هذا البرنامج، ولذلك بعد إذن حضرتك أنا سأنسحب حالا من طب هذا دكتور، البرنامج قبل ما تنسحب، احتجاجا على هذا الكلام قبل ما تنسحب، ورفضا لأن أكون موجودا في مبنى منع منه الشيخ حازم أبو إسماعيل. وإن لم تكن الثورة وصلت إلى التلفزيون المصري فستصل إلى التلفزيون المصري قريبا، وستصل إلى كرسي معالي الوزير قريبا بأسرع مما يتخيل. أرجو السلام عليكم. أرجو دكتور، دكتور معذرة، ده تعاطف معاك مش عفوا، أرجو أنك تفهموا على هذا المعنى. السلام عليكم.